ما هي نترات الأمونيوم وما أغراض استخدامها؟ بعد الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أوت 2020 وأسفر عن مقتل وجرح المئات وتشريد الآلاف، وتصريح السلطات اللبنانية بأن سبب الانفجار يعود لمادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ سنوات، كثرت الأسئلة منذ ذلك الحين حول طبيعة هذه المادة واستخداماتها. إذا ما هي نترات الأمونيوم؟ نترات الأمونيوم هو مركب كيميائي له الصيغة NH4NO3، ويوجد في الشروط القياسية على شكل بلورات عديمة اللون سهلة الانحلال في الماء، وهي تتسيل بسهولة لدى تماسها مع الهواء. هي حبيبات بيضاء كما قلنا عديمة الرائحة مثل الملح. تتم صناعة هذه المادة بتكلفة قليلة عن طريق مزج الأمونيا وحمض النتريك، وهي مادة كيميائية صناعية تعد متوسطة الانفجار، وهي أقوى من البارود بأربعة أضعاف، بينما تتفوق عليها مادة التينتي في قوة الانفجار. ما هي استخداماتها وفيما تتمثل خطورتها؟ تستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة على نطاق واسع لأنها مصدر غني بالنيتروجين للنبات. كما تدخل نترات الأمونيوم في صناعة المتفجرات خاصة في مجال التعدين والمناجم. لا تمثل نترات الأمونيوم في حد ذاتها خطورة بحسب موقع chemie.de الألماني، ويتوقف الأمر على طريقة التخزين ومعايير الأمان المتبعة. فبحسب إذاعة MDR الألمانية، تصبح نترات الأمونيوم قابلة للانفجار في حالة تخزين كميات كبيرة منها بالقرب من بعضها البعض. ففي هذه الحالة تسخن نترات الأمونيوم وتشتعل إذا ما كانت الكمية المخزنة منها كبيرة للغاية، ثم تتفاعل مع الأكسجين الذي يزيد من قوة اشتعالها. بعد اشتعالها تبدأ نترات الأمونيوم بالانصهار وتتكون طبقة صلبة حولها، بينما تستمر المادة في الاحتراق بداخل هذه الطبقة بشكل يشبه انفجار البركان، كما ينقل تقرير لإذاعة MDR الألمانية، حيث تقوم الغازات المتكونة من احتراق المادة بالضغط على الطبقة الخارجية الصلبة حتى تنفجر. كما ينقل موقع الجارديان أن نترات الصوديوم قد تشتعل أيضا في حالة مزجها مع مواد أخرى مثل الزيت. ما هي تبعات انفجار نترات الأمونيوم؟ يقول موقع الجارديان البريطاني إن المواد الكيميائية الناتجة عن الانفجار تتبدد في الجو سريعا، لكن بعض الملوثات قد تظهر موجودة مثل أكسيد النيتروجين، وهو ما يتسبب في سحابة حمراء فوق موقع الانفجار. وبحسب الموقع، قد تتسبب هذه الملوثات في مشاكل فيما بعد مثل المطر الحمضي الذي يضر بالبيئة. تصنف نترات الأمونيوم كمادة قابلة للاشتعال، وبالتالي تتبع العديد من الدول إجراءات أمان صارمة في تخزينها واستعمالها بحسب موقع الشيمي الألماني. وفي ألمانيا تقع هذه المادة في نطاق قانون لتنظيم المواد المتفجرة بحسب إذاعة MDR، ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام الجماعات الإرهابية لهذه المادة لسهولة تصنيعها والحصول عليها بسعر منخفض نسبياً. هل استخدمت نترات الأمونيوم في تفجيرات إرهابية من قبل؟ نعم، فقد فجر الجيش الجمهوري الإيرلندي السري عدة قنابل مكونة من نترات الأمونيوم كمكون أساسي، أولها في أفريل 1992. بعدها بعام استخدمت عناصر الجيش الإيرلندي السري نترات الأمونيوم في تفجير قنبلة في العاصمة لندن في أفريل 1993. عامين بعدها قام تيموثي ماكفاي بتفجير سيارة محملة بمزيج نترات الأمونيوم أمام مبنى فيدرالي بمدينة أوكلاهوما، تسبب بمقتل 168 شخصا. في سنة 2011 استخدم النرويجي أندريس بريفيك نفس الطريقة للقيام بتفجير في مدينة أوسلو، كما استخدمت الجماعات الإرهابية في العراق نترات الأمونيوم في عدة تفجيرات.